اكو واحد في اليوم قيمة انت منعتك من يا استاذ اول ما اسال ينبروا لي الجماعه بالاسئله. ماشي خلي ينبروك بالاسئله انت قاعد تجاوب. طيب اذا تجاوب. ما اسال حتى اقلها لا احافظ على نفسي وكرامتي وهدوئي الى ان تنتهي الجلسه، ولا ربما هم يحكم الاعدام وحي الله الاعدام مره اخرى واهلا وسهلا بي، علما اني والله اقول لهذا الرجل المشتكي ولأهالي حلبشة أني هذا الموضوع لا لي علم به ولا عرفه ولا أدري به ولا متشاور ولا آمر ولا لي مسؤولية في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. أنت ذاك يوم قلت كلام، قلت راح يجي وقتي بالحديث بالإفادة وراح أحكي أتكلم بما أعرف، مو كلامك ذاك اليوم؟ نعم. إيه فمن يجي يومك بالكلام إذا عندك معلومات. إيه بس يا أستاذ ما راح يخلوني لذاك الوقت، يعني أنا أول ما أسأل بعد ما أسأل أبدا حتى أظل لا لا محترم نفسي. أنت متمتع اسمعني، ما دامك ما دامك تتكلم بالجانب القانوني وما دامك تتكلم بعيدا عن السياسة لك مطلق الحرية تتحدث بما تشاء، إذا ما تتحدث خارج نطاق ما طبعا الدعوة. ما حكينا بالسياسة. نعم شنها السياسة حكينا. نعم استريح استريح. على حسن عندك شي بعد؟ راح اصير مثل عبد الله غني. نعم. نعم. مو عبد الغني يقعد. هسه ثاني. تعقيبا على ما ذكره السيد المدعي العام. إذا ما فاتوا حظهم وبختهم اللي راح يجون ما راح يقولوا هذا الكلام. استاذ احكي لك، من غير المعقول انه انسان يقاتل بمجموعه هو اساسه ما يمتلك ويقول عليهم تربه نجسه. وهذا الكلام ما يطلع مني إلا حينما أجد من أردأ من هذا الكلام، مع احترامي لكل السامعين والمشاهدين يلا أقوله. أما أطلق على مدينة حلبشة، مدينة حلبشة مدينة تاريخية بها علماء من 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 رجال الدين. نعم. شلون أقول عليها تربة نجسة أو هذول أنجاس حشاهم؟ وراح يجون إن شاء الله، وأتمنى أن يستذكرون الله فقط ليس أكثر حينما يضع عيده على القرآن. علي حسن شوف أنا كلامك أستوعب. لم أعمل من فضلك. نعم. من الجانب العملي أنا ما مسؤول عن هاي المنطقة، هذه المسؤولة عن القيادة العامة للقوات المسلحة. القي لي امر انا مصدره الى القياده العامه او الى الجيش العراقي لتحريك فصيل فاعلى فصيل. انا ما امر بهذا الحال له قيادته واني الي عملي. مو انت عندك صلاحيه على القرار؟ عندي صلاحيه، لكن القي لي هذا ايش كثر هسه مو الاف جتي هنا بالمحكمه، ومن حسن الحظ انه هذه المحكمه نفسها هي تحاكم في القضيتين الانفال وحلبشه، ولا لو محكمه اخرى هم تشاددوا هاي انعرضت لو ما انعرضت. بس ما شاء الله يعني انت واعي وذكي وتحفظ. اني ما لي مسؤوليه بهذا الموضوع، لا مصدر امر الى اي مسؤول عسكري فيما يخص هذه الجوانب. الجوانب الأمنية اللي هي بالداخل هي مسؤوليتي، وتحدثت عن هذا وشرحت لجنابك تفصيل قبل هذا. والله لحد هاللحظة أنا ما شايف حلبشة ولا متدخل في موضوع حلبشة، والله فقط هذا أقول. أشكرك.